هذا السائل يسأل يقول: هل بلد الإسلام إذا كثرت فيها المفاسد ومشاهد الشرك مع التضييق على أهل الصلاة يجب الهجرة منها؟ أقول: نعم، هي بلد إسلام، لا تزال بلد إسلام ما دام الصلاة تقام فيها ظاهرة، وما دام المحاكم الشرعية فيها قائمة، وما دام غالبية أهلها على الإسلام فهذه بلد إسلام، لا يضر ما يوجد فيها من الفتن، ولا يصح أن تقول أنا أهاجر منها إلى بلد إسلامي آخر، لأنك إذا أطلقت أنك تهاجر منها معناتك أنك حكمت عليها بأنها بلد كفر. نعم، هذه البلد بلد يغلب فيها المفاسد، يغلب فيها الفتن، يغلب فيها بعض الأمور، يوجد فيها بعض الأمور المخالفة للشرع، لكن حكمها العام أنها بلد إسلام، بلد إسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم منع الخروج على الحاكم بمجرد إيش؟ ما أقاموا الصلاة. فإذا كانت الصلاة قائمة، الصلاة قائمة والناس يصلوا في المسجد، ما عندهم إشكال في هذا. وهذه كان إذا أراد أن يحارب قرية انتظر حتى يأتي وقت الصلاة، فإذا سمع النداء ترك قتاله، ترك قتاله مع احتمال وجود مفاسد غير أخرى ولا لا، احتمال، لكن اكتفى بأمر الصلاة. فهذا أظهر شعار في الإسلام، إن كان موجودا في البلد فهي إن شاء الله بلد إسلام، لكن بلاد الإسلام متفاوتة في الصلاح والسلامة والمتابعة للسنة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد إلى بلاد أخرى. يعني على أيام الإمام مالك ابن أنس صاحب كتاب الموطأ كانوا يصفون بلاد الكوفة بأنها بلاد لا يؤخذ فيها الحديث ولا يسمع من أهلها الحديث، لأنه يكثر عندهم وضع الحديث، وكان الحديث الصحيح والسنة وكذا عند أهل الحجاز، عند أهل الحجاز، فكانت تلك البلد تعرف بهذا وهذه البلد تعرف بهذا. فمن تلك الأيام البلاد متفاوتة في ظهور الصلاة وفي العلم وفي المعرفة وفي الحديث والسنة، ولا يلزم من ذلك الحكم بأنها بلاد كفرية إنما يهاجر منها، إنما نقول هذه بلاد أهلها أهل إسلام وهي إن شاء الله أرض إسلام، ولكن فيها مفاسد كثيرة ينبغي للمسلم أن يحذر منها. إذا لم تطب له العيش فيها وتيسر له الانتقال منها إلى بلد آخر، نقول انتقال ولا نقول هجرة، لأن بعض الناس يعكس يقول هاجر أنا مسلم، يقول أنا مسلم هاجرت مثلا من بلاد كذا من بلاد المسلمين إلى بريطانيا، هاجرت من بلاد كذا من بلاد المسلمين إلى فرنسا، هاجرت من بلاد، لا غلط، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.